Metropolitan, Ava Bakhomios, Evsho. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا عنا وحفظنا وقبلنا أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إله أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذا الساعة من أجل هذا نسأل أن نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم قدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ممارة النفس قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنه وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة ولا الأقارب كل قوات العالم ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من نعم الرفات محبة البشر اللواتي لابنك الرحيم ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسبوت تليك بك لتباركنا يا رب كل بركة روحية في السماويات تجلس وسطنا وتعلمنا وتعطينا كلمة تسندنا في الطريق
احفظنا في محبتك وحق اخر الهي، وبارك هذا المكان لكي ما يكون بركة وخلاص نفوس كثيرة، وليمتد عملك فيه في حياتنا بقولنا جميعا: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذا على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا مذنبين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشر، في يسوع ربنا لك الملك. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. يقول الكتاب المقدس في سفر اخبار الايام الثاني: لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت نهارا وليلا. الموضع الذي قلت أن اسمك يكون فيه. ربنا دايما مفرحنا، مفرحنا دايما بقدوم وزيارة ومباركة القديسين. وإن كانت الكنائس بتؤسس بالإيمان وبالاشتياق وبالصلاة وبالدموع وبالركب الجاثية، إلا إن برضو الكنائس بتؤسس ببطون أقدام القديسين. والحقيقة احنا بنشكر ربنا، لأن الشهور اللي فاتت ربنا باركنا بزيارة نيافة الأنبا استفانوس وزيارة نيافة الأنبا أنطونيوس وعدد كبير جدا من الكهنة. بطون أقدام القديسين لما تطأ المكان ده، أنا بعتقد إن هو بيأسس كنائس، لأن ربنا قال لموسى النبي: كل ما تدوسوا بطون أقدامكم يكون لكم. والنهاردة بقى الفرحة كبيرة، بباركنا كوكب الكنيسة القبطية وحكيم المجمع المقدس والبطريرك الذي بدون رقم كما قولت نيافة الأنبا مكاريوس، ورمز الرعاية ورمز الأبوة وأبويا نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس. طبعا كل واحد فيكم هيقول في سره كده: يعني مش أبوك لوحدك. فعلا أنا شعرت لما جيت نيوجيرسي أن لسيدنا أولاد كتير جدا وواخدين من نفس أسلوبه. فإحنا بنقول سيدنا إحنا فرحانين، ومنعتبر كلنا أن النهاردة عيد فعلا في كنيسة الست العذراء والشهيد استفانوس، لأن أقدام سيدنا وطأت هذا المكان، فأكيد هيكون بركة كبيرة بصلاته نأسس كنيسة إن شاء الله. ورغم الظروف الصحية لسيدنا، واللي دايما ومن زمان بصلي بقول: يا رب خد من صحتي واديله، خد من عمري واديله، لأنه هو أفيد للكنيسة. فرغم الظروف الصحية ورغم الاسكادول والجدول بتاعه مليان، لأنه حب دايما يشوف شعب شهيد استفانوس، حب يبارك شعب شهيد استفانوس، عشان كده باسم الكنيسة بنقول لسيدنا احنا فرحانين خالص ونشكرك للمحبة والأبوة الكبيرة دي. وإن شاء الله إن شاء ربنا كده وعشنا، ياريت يكون من العوايد بتاعت سيدنا إن كل ما يجي أمريكا يزورنا في كنيسة الست العذراء والشهيد استفانوس. ناخد رأي سيدنا ولا ناخد رأيكم؟ ناخد رأي سيدنا؟ لا، سيدنا مش أنا عارف رأي سيدنا مش هيحرمنا، حطيت سيدنا في بس بقى يصلي سيدنا إن السنة الجاية إن شاء الله يصلي معنا قداس وفي الكنيسة. أيوة، في الكنيسة بتاعتنا. طول ما إحنا منصلي كل إحنا منشتاق، ربنا بيشوف اشتياقاتنا وإن شاء الله هيدينا، لأن هو ربنا عنده كتير وغني وعنده كتير خالص، بس المهم يشوف اشتياقنا. فصلوا واشتاقوا فربنا هيديكم على طول ببركة صلوات سيدنا. شكرا سيدنا ومحبتك كبيرة، وإحنا كمان فرحتنا كبيرة جدا يا سيدنا.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان ابد امين. نشكر الهنا الصالح اللي اعطانا ان احنا نلتقي في هذا المكان المبارك، وبهنيكم بمشروع الكنيسه، وتصلي ان ربنا يكمله بسلام، وبهنيكم باختيار قدس الاب الحبيب القس استفانوس عشان يكون كاهن هذه الكنيسه. وطبعا لولا محبتكم ما كناش نفرط فيه، لان الخدمه في البحيره محتاجه له، لكن علشان ظروفكم هنا هوت واحتياجكم، فاحنا بنحس انه الكنيسه لازم كل واحد يحس بالام واحتياجات اخواته، فعلشان كده هوت احنا ما ترددناش ان ابونا استفانوس يكون معاكم في خدمه هذا المكان، وفي نفس الوقت صلوا علشان ربنا يبعت خادم مكانه في كنيسه ملك جرجس في كفر الدوار. طبعا ابونا استفانوس له مواهب كثيره وليه خبرات متعدده في الخدمه، واختياره لخدمه هذا المكان اختيار موفق وحكيم جدا، علشان كده نرجو ان ربنا يبارك خدمته في هذا المكان. طبعا في البدايه زي ما بهنيكم بهذا المشروع، بأني ليكم محبه وصلوات سيدنا البابا تودروس الذي يهتم باولاده في كل مكان، وسيدنا البابا تودروس واخذ من منهج قداسة أبينا الحبيب طيب الذكر المتنيح البابا شنودة، نفس الفكر الرعوي، الاهتمام بالافتقاد وتأسيس الكنائس. وعلشان كده الكنيسة محمولة على صلوات قداسة البابا شنودة بيصلي من أجلنا، ونرجو أنه تتحقق أمال الكنيسة في الفترة اللي جاية إن شاء الله. ربنا يكون معاكم. خريستوس أنستي، ربنا معاكم. هنقرأ بنعمة ربنا جزء من الأصحاح 54 من سفر أشعياء النبي بركاته علينا أمين. في سفر أشعياء 54 تأمل مهم جدا، هو أساس الأصحاح نبوة عن الكنيسة، نبوة عن الكنيسة المتألمة والمضطهدة، لكن أيضا بيتكلم عن شعب إسرائيل اللي في الضيقة وإزاي ربنا بينقذه. وإحنا بنقرأ هذا الجزء وإحنا بنفكر في ضيقة شعب إسرائيل والكنيسة المضطهدة، بنطبق المبادئ اللي جت في الأصحاح ده على حياتنا وعلى احتياجاتنا. بيقول إيه؟ لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعارة رملك لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رزلت قال إلهك، لحيضة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك،
بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك، لأن وليك هو الرب، ولربنا المجد الدائم للأبد أمين. الأصحاح ده هو من الأصحاح المعزية جدا في الكتاب المقدس، ولا سيما للمتضايقين. هو الأصحاح ده كان رسالة مبعوثة لشعب إسرائيل، لأنه كانوا متألمين ومضطهدين، وأيضا فيما هو رسالة للشعب هو نبوة عن الكنيسة المسيحية اللي قابلت آلام كثيرة وقابلت اضطهادات كثيرة. الآلام والاضطهادات اللي قابلتها تقول إيه؟ لحيضة تركتك، وبمراحم عظيمة إيه؟ سأجمعك. أشعيا بيتنبأ أن الكنيسة أو الشعب تعرض للترك، بس الترك ده كان امتى؟ لمدة قد ايه؟ لمدة قد ايه؟ لحيظة يعني ايه؟ تصغير لحظة، فاكرين العربي بتاع زمان؟ يعني كده لحظة، اللي أصغر منها يعني جزء من الثانية يبقى ايه؟ لحيظة. فهو عاوز يقول احنا في حياتنا بنتعرض إلى اختبار الترك، حياة الترك، حياة متروكة. لكن إن كان في لحيظة الترك، لكن حي ربنا حيجي بمراحم عظيمة علشان إيه؟ يجمعنا لحضنه، علشان يضمد الجراح ويحل المشكلات. فالشعب كان في وقتها مسبي، عارفين سبي بابل؟ كان مسبي في بابل، وكانت عليه ضغوط كتيرة، وكان شعب مضطهد، وكانوا بيتمنوا امتى يا رب يرجعوا لوطنهم. ربنا بعد كده ابتدى يرتب رجوع الشعب إلى الوطن، ورجعوا على 3 دفعات، مرة على إيد عزرا، ومرة على إيد نحميا، ومرة على إيد زروبابل. وهم بيرجعوا يقولوا صحيح يا رب احنا تعرضنا لاختبار الترك، لكن احنا دلوقتي بندرك انك انت بترجعنا علشان نستقر في وطننا ونستريح. بيقيسوا زمن الترك، قالوا لا، 70 سنة هي لحيظة. أصل حساب الزمن عند ربنا يختلف عن حساب الزمن عن معانا. يوم زي إيه؟ زي سنة. عرفت إزاي؟ الله رتب اختبار الترك أنه ممكن يترك الإنسان في مشكلة، لكن هو مش سايبه. ومهما طال الزمن، قال له يا حبيبي مهما طال الزمن مش هيزيد عن ايه؟ عن لحيظة. احنا احيانا في حياتنا نشعر ان احنا عندنا مشاكل ومتروكين، وعندنا مشاكل ما بتتحلش، وامتى يا رب هتحل المشكلة الفلانية؟ وطبعا احنا مختبرين يا ترى
مشكلة الشغل تتحل امتى، ومشكلة الجنسية تتحل امتى، ومشكلة الإقامة تتحل امتى. ولاد ربنا يبقى عندهم إيمان إن كل مشكلاتك ربنا هيحلها، لكن عاوزة مننا انتظار لمدة إيه؟ ها؟ لمدة إيه؟ لحيض. صحيح هي في القياس الزمني المادي أكثر من لحظة، أكثر من يوم، أكثر من شهر، أكثر من سنة، لكن هي لما الإنسان يقبلها بروح الشكر، لما يقبلها بروح الفرح، لما يقبلها إن هي من عند عطية من عند ربنا، هيحس إن هي مش أكتر من لحيظة وهتعدي بسلام. إحنا من الاختبارات المهمة اللي نحتاج إن إحنا نفتكرها دايماً إن الله في عنايته بأولاده أحياناً يسمح بالترك لأسباب مختلفة، لكن مهما سمح لا يترك إلى النهاية، لكن يترك بعض الوقت، يترك بعض الوقت وأولاد ربنا يقولوا له يا رب مهما أنت سمحت بلحيظة الترك لكن هي لن تزيد عن لحيظة، وإحنا بنقبلها منك بروح الانتصار. ناس كتير في الكتاب المقدس اختبروا لحيظة الترك، لكن في النهاية ربنا إيه؟ فرحهم بعمل كبير ما كانوش يتوقعوه. في حياة أبونا إبراهيم أبو الآباء كان ربنا وعده إن هو يروح الأرض اللي ما يعرفهاش. هو كان الأول في منطقة أور الكلدانيين اللي هي العراق دلوقتي، وربنا قال له تعالى أوديك ورق بلد تانية، ما قال له هي فين وبتزرع ايه ولا حاجة، لكن قال له تعالى عشان أوري لك البلد، بلد فيها خير كتير، أرض تفيض لبن وعسل، وكمان حدي لك نسل مبارك، نسل مقدس. قال له بصر يكون لك نسل، والأرض اللي حديها لك تفيض لبن وعسل. كان سنه في الوقت ده 75 سنة. راح إلى أرض كنعان، استنى إن ربنا يديله عيل إيه؟ ها؟ بس ما عطاهوش آخر. والأرض اللي هو قال له إنها أرض حطفيل لبن وعسل، أول ما راح الكتاب يقول لنا وحدث جوع في الأرض. يبقى الوعدين اللي ربنا قال له عليهم ما تموش. طبعا واحد تاني يقول بقى ربنا جايبنا علشان يبهدلني ومش عارف ايه، لا هو يطول باله. صحيح ابونا ابراهيم اتصرف تصرف غير حكيم في الاول لما راح مصر، لكن بعد كده ربنا انقذه ورجع تاني الى ارض الموعد. واهل انا جيت بالايمان، لكن اذا كان ربنا بيحطني في اختبار ايمان انا هقبله بفرح. انا اؤمن انه في اختبار وجود الله في حياتي اختبر لحيضة الترك. الترك لن يزيد عن لحيضة، الترك لن يزيد، ربنا ما يتخلاش عن ولاده. وبعد كده ربنا عمل ايه؟ بعد ما كان متأخر في اعطاء نسل قال له بصر يكون لك نسل، فصار له ايه؟ ابن. اللي هو مين؟ مين؟ ها؟ إسحاق. أعطى إسحاق بعد الكبر واحتمل لحيظة الترك، استمرت كذا سنة. وبعد كده هوت الأرض اللي كان فيها جوع
خلها أرض تبقى إيه؟ تجيب إيه؟ تجيب ثمر. واستمر يحتمل لحيظة الترك اللي استمرت حوالي أكثر من 20 سنة. وإذا كنا بنحسب بتاريخ القدرة على الإنجاب أكثر من 50 سنة. لكن هو قال كده، ربنا وعد إن حيدين نسل وحيدين أرض، يبقى أنا لازم أستحمل إيه؟ لحيظة إيه؟ الترك. لحيظة الترك كلنا بنتعرض ليها. لكن في واحد يقبلها بشكر، واحد يتذمر يقول ربنا مش سائل فيا، وربنا جابني هنا وسابني، وربنا مش عارف ظروفي، وبعت اللي ورايا قدامي، ويقعد بيقول كلام كتير قوي. ساعات ربنا بيزعل منه. لكن واحد فينا بدلا ما يقول كلام يزعل ربنا، يفتكر الوعد ده. احنا في غربتنا كلنا بنتعرض الى ايه؟ لحيظة ايه؟ الطرق. لكن بمراحم عظيمة يعمل ايه يا جماعة؟ لحيظة تركتك او تركتك، وبمراحم عظيمة ايه؟ اجمعك. علشان كده ننتظر مراحم الرب العظيمة. يعني حكاية يوسف، فاكرين حكاية يوسف؟ حكاية يوسف، يوسف كان شاب نقي، وكان مطيع لأب والديه، بحب اخواته. راح اخواته باعوه، ما عملش حاجة وحشة. وبعد كده الاسماعيليين ايه؟ فاكرين حكاية يوسف؟ الاسماعيليين باعوه لمين؟ بعتوا لمين؟ باعوه لمين؟ أحسن تكونوا مش عارفين الحكاية، حكاية من الأول ولا إيه؟ الإسماعيليين اللي هم تجار، التجار في الوقت ده، الإسماعيليين عملوا إيه؟ باعوا كويس؟ وبعد كده فطيفار ومراته حطوه فين؟ في السجن. طبعاً يوسف يقول له يا ربي بتعمل فيا كده ليه؟ يقول له يوسف استنى شوية، لحيظة تركتك لكن بمراحم عظيمة إيه؟ أجمع. إحنا لينا قطعا، وهو كان بيصلي بيقول يا رب نجيني من الناس، حررني منهم، رجعني لأبويا وأمي، مش كده؟ ما تسيبنيش مع الناس دول، دول ناس مش ما حدش يأمن ليهم. لكن ربنا ينتظر لحيظة، لحيظات بحكمة عجيبة، لغاية لما الله يجد الوقت المناسب اللي فيه يرجع يوسف إلى والديه ولإخواته، يرجع لسلامه الأول. وبعد كده هو تلاقي يجي في يوم يتعرف على مين؟ يتعرف على مين؟ فرعون، ويفسر له الأحلام، ويجيبه في القصة عنده، ويبقى يوسف هو الرجل الثاني بعد فرعون في الدولة. ويقول كده، اسمع يا يوسف، أنا فعلا لحيظة تركتك، لكن إيه؟ لكن إيه؟ بمراحم عظيمة إيه؟ جماعة. طبعا هو بلحيظة تركه، لكن جمعه بمراحم عظيمة. صحيح، وهو بخطه بيبيعوه كان سايبه، يبان إنه سايبه، هو ما سابهوش، يبان إنه سايبه. ولما باعوا الإسماعيليين يبان إنه سايبه، ولما حطوا في السجن يبان إنه سايبه. لكن هو لو ما كانش ساب إخواته وبيت أبوه وأمه وراح مع الإسماعيليين، وبعد كده راح إلى بيت فطيفار، وبعد كده دخلته السجن، لو ما كانش هي مرة، هو مر بالمراحل ديت، ما كانش هيتقابل مع مين؟ مع فرعون. وما كانش فرعون هيعرف سكته، ولا يعرف واحد ملك عظيم ايه اللي هيدخل واحد من السبايا. ما كان يوسف كان يعتبر واحد من المأسورين، ايه اللي كان هيوديه لشخصيه زي فرعون؟ لكن ربنا سمح ان هو يمر في الضيقات اللي كتيره دي، اللي هي لحيظات الترك، علشان يهيئه ان هو يقدر يقابل مين؟
يقابل مين؟ فرعون علشان يفسر له الأحلام. طيب ربنا بحكمة عظيمة، بحكمة كبيرة يقول كده: أنا صحيح ساعات بأدي لك فرصة لعمل شيء، لحيظة أتركك، لكن بعد كده بعمل إيه؟ بمراحم عظيمة حفظت الآية دي، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمع. قولوا معايا دي، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمع. أنا بقول كده ليه؟ لأن إحنا في حياتنا خصوصا في المهجر تلاقي الإنسان يلاقي مشكلات كتيرة، والواحد كده يحس إن ربنا سايبه. هو ربنا ما بيسيبهوش، ما بيسيبش حد من ولاده، لكن بيتهيأ لنا إن هو سايبنا. هو بيقول له: طيب أنا هتكلم معاك بلغتك، أنا سايبك لحيظة، يعني أنا يعني سايبك تقابل الحياة وتواجه الأشياء لحيظة، لكن أنا عمري ما سيبك، لكن بعد كده بمراحم عظيمة إيه؟ بمراحم عظيمة أجمعك، لحيظة تركتك بمراحم عظيمة إيه؟ سأجمعك. مش بس دول، في أشخاص كتير. حكاية موسى، موسى النبي اللي أمه حطته في السبت علشان خلاص هيتعرف إن هو في بيت أبوه، ولو هم عارفوا كده هيروحوا يجيبوا يموتوه، مش كده؟ لاحظ هعمل إيه؟ الثلاث شهور الأولانيين كانت مخبية في البيت، لما لقيته هيتعرف أمره جاب السبت وحطته في المية. طبعاً مية مليانة شوك، والموجة تضرب فيه تغرقه، و يعني كان قاعد في السبت ده ما كان مش قادر يرمي على جسم طفل صغير في وسط شوك ومية ساعة والموجة تضرب فيه. هو عايش في اختبار طارق، فكان لما الشوكة تشكه كده يقول: آه يا رب ليه بس أنا عملت إيه عشان الشوكة تشكني كده؟ يروح ربنا يقول له إيه: موسى استنى شوية، لحيظة تركوك لكن بمراحم عظيمة هعمل إيه؟ أجمع. لغاية لما تيجي بنت فرعون وتلاقيه وتقول: ولد ده ولد شكله حلو، وأخده ألعب بيه ويعني أسلي وقتي. وتخيلوا بقى، عاوزكم تخيلوا معايا، وبنت فرعون شايلة البيبي ده وداخلة بيه القصر، فرعون هيعمل معاها إيه؟ يا بنت ده اللي جايباه، ده الولد ده أنا مطلع قانون إنه لازم يجرى له إيه؟ يموت. تروح أنت تدخله البيت بتاعك، معلش يا بابا أنا أصلا عاوز ألعب بيه، أصل هو ولد، يعني أنت مش برضه يهمك، يعني زي إيه؟ زي العروسة ولا النانوس اللي بيجيبوا للطفل الصغير اللي بيشبط فيه. فلغاية لما أقنعت أبوها إن موسى يعمل فيه، يدخل فين؟ يدخل جوه القصر. يعني القرار اللي موسى إن فرعون طلعه علشان يموت بيه موسى، هو القرار اللي خلاه يعمل ايه؟ يدخل بيته وياكل على صفر على ميدته، ويخطف منه ورك الفرخه، ها، وياكل منه الاكل بتاعه، ويعرف الدكان المكتب الاوضه دي فيها مكتب ايه، والاوضه دي مكتب ايه، علشان في يوم من الايام ربنا هيبعته، لما يبعته يقول له: خلاص انا عارف السكه يا رب. ها، فموسى تعرض للحيظه الطرق، لكن بمراحم عظيمة ربنا إيه؟ جابه وخلى الأول على أرض الأول، خلى ابنة الملك، وبقى بتربي في القصر، وعرف كل حكمة المصريين، وتعلم كل حاجة. بعد ما تعلم كل حاجة ربنا قال له: تعالى بلاش دلع، تعالى تعالى أحطك في الصحراء بتاعت سيناء عشان أنا حرقيك. أترقيه يعمل إيه؟ الترقية بقى مش يسكنه في قصر أكبر، لا، يوديه ينزله من القصر يوديه في الصحراء. بعد ما كان عايش في بيت الملك ابتدى يعيش في إيه؟ في خيمة وفي صحراء. الله، هي دي الترقية يا رب؟ أنا بلاقي الناس بطريقة دي. أنا المنهج اللي بعمل بيه ولادي منهج خاص، فأنا عندي علشان أتجمع لك مراحم عظيمة أنا
أخليك في البرية لغاية لما تتعلم القيادة وحمرنك على القيادة في الحملان والخلفان اللي أنت بتقودها، لأن هي دي اللي هتعلمك إزاي تقود الشعب بتاعك. وفعلا راح البرية وقاد الشعب، وكان موسى النبي هو اللي بيساعد الناس إن هم يخرجوا إلى البرية إلى أرض كنعان ويتمتعوا بيها. ربنا ساعات بيسمح بلحيظات الطرق، لكن ولاد ربنا ما يستعجلوش. عاوزة إيه؟ طولة بال، عاوزة صبر. انتظر الرب فهو إيه؟ قريب. ما هو قرب اللحيظة دي، انتظر الرب فهو قريب. الواحد ينتظر الرب في حياته دائما. بصوا، ربنا بيعمل كده ساعات مع أولاده، وكلنا بنختبر هذا الاختبار، إن إحنا ممكن نتعرض للوحيظات ترك في حياتنا. يعني ربنا مطول باله علينا شوي، إحنا لازم نقابل طولة البال بتاعت ربنا بطولة بال مننا. لو ما إحنا مطولناش بالنا هنقول ربنا ده ما بياخدش باله مننا. لا، ربنا بيعتني بينا في كل لحظة من لحظات حياتنا. بس ليه حكمة؟ يعني يحصل إيه؟ فاكرين حكاية بطرس لما كان في السجن؟ فاكرين بطرس لما كان في السجن؟ لما جاله كان مربوط بأربعة أرابع من الجنود، يعني 16 عسكري على حتة واحد غلبان، يعني 16 عسكري يتلموا على مين؟ على بطرس. يعني ده واحد فيهم لو زقوا كده يخلص عليه، يجيبوا له 16 عسكري. اتحط في السجن، قالوا تاني يوم حيتباع، حيقدموا للموت. فقالوا الملاك دخل الزنزانة بتاعته، صاحبنا نايم مطمن، يعني لا هو خاف ولا انزعج ولا عينه ولا يعني الضي بتاع الملاك خلاه يقوم، هو نايم وسلام عجيب. لذلك الملاك زغده قال له اصحى يا بطرس، قوم، انت مش دريان بالدنيا ولا ايه؟ قال لا، دريان بالدنيا، اصل انا عندي ايمان ربنا لو تركنا لحيظه يجمعني بايه؟ بمراحم عظيمه، فانا يعني مطمن. طيب قوم. قال له حاضر. اول بس قوم ازاي؟ انا السلاسل مربطه برجلي في ايديا ورجلي. قال له بس بقول لك قوم. قال له حاضر. راح قايم لقى السلاسل، بس السلاسل جرالها ايه؟ جرالها ايه؟ فك. طيب قال له تعالى وراي. وراك ده الدنيا مليانه عساكر. قال له تعالى وراي يا اخي. حاضر. يمشي وراه ما لقاش العساكر. الفال بتاعت المحرس الاول والثاني والثالث اللي في السجن ايه؟ اتكسرت. كويس. خرج وراح عند مين؟ ها، خدوا قولوا معايا، راح عند مين؟ عند اخواته. يخبط الباب ان حد يفتح، حد يشفت. يا رود افتحي، ده انا في عرض ثانيه، لو العساكر شافوني في ثانيه هيمسكوني. ها، ففتحت الباب. اول ما بصت كده قالت الله، بقى ده معقول بطرس؟ بدل ما تدخله قفلت الباب وطلعت تجري على اخوات. يا ستي ده انا في عرض ثانيه مش دقيقه، في عرض ثانيه. قالت له خليك، بص بقى، ربنا يفتح له باب السجن. يفتح باب السجن ويقفل باب مين؟ يقفل باب اخواته. مش حاجه تغيظ يا عم يا بنت، افتح الباب، افتح الباب. حاجه انت تغيظ؟ لا، ما تسيبك انت من الحكايه. فهو اللحظه اللي هو ما دخلش فيها البيت دي لحظه ايه؟ طرق. ولما كان في السجن لحظه طرق، لكن لحيظات طرق مر بيها، لكن جمعه بايه؟ بمراحم عظيمه. بعد ما رودة دخلت وقالت للتلاميذ ان بطرس على الباب واستمر الحكايه دي، مش عارف خدت 15 دقايق، لكن طبعا لو العساكر لمحوه في لحظه واحده هيمسكوه. فراح دخل وفرحوا بيه وهنوا بعض بان ربنا انقذ بطرس علشان يكرس في العالم كله ويكون لي عمل كبير جدا.
ويقول كده يعني بطرس هو في السجن يبقى متضايق يقول له ما تخافش يا بطرس لحيظة تركتك لكن ايه ها؟ لكن ايه؟ مراحم عظيمة أجمعك. بصوا ممكن يحصل لحيظة ترك عشان ربنا يدينا اختبار إيمان. ممكن يحصل لحيظة ترك علشان يدربنا على الحياة اللي معاه. ممكن لحيظة ترك ربنا يسمح بيها علشان يعدنا لمسؤولية أخرى. يعني موسى لو راح يقود اخواته وهو لسه يعني طلع من بيت ابوه كده وهو لسه شاب مدلل ما كانش يقدر يقود الشعب، لكن ربنا خلاه يروح القصر شويه يتعلم ويروح البريه سيناء ويتعلم ويكون لي من خلال التعليم ده هو ان هو يعرف يقود شعب الله. مع يوسف الشاب الصغير علشان يقدر يدير الممالك اللي محتاجه للطعام. نلاقي في حياة دانيال علشان يقود المملكة بعد كده، ما دانيال برضو تعرض لحيظة ترك. الوزراء اللي معاه كانوا ايه؟ الوزراء اللي معانا كانوا ايه؟ كانوا غيرانين منه، وقعوا بينه وبين الملك. قالوا له ده دانيال ده بيصلي لغير إلهك، إزاي تسيبه؟ إحنا ناس مهتمين جدا بالقصر وما ينبغي أن يكون فيه القصر. فقال لهم طب نعمل إيه؟ قالوا طلعوا الفرمان اللي بيسمعش كلامك يتحط في سجن يموت. خلاص قال يا جماعة ما حدش يطلب من غير الإله اللي إحنا بنعبده، والأوامر راحت للعالم كل المملكة كلها. ودانيال فتح الكوة وابتدى يصلي للرب. طبعا على فكرة هو ما فتحش الكوة علشان يتحدى الناس يعني بالغيظ فيكوا هفتح الشباك واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط، لا ما احنا المسيحيين ما نعملش كده. اصله كان في تقليد يهودي ان اللي يصلي يفتح الكوة ناحية ايه؟ ناحية اورشليم مش الشرق، احنا ناحية الشرق لكن يفتح الكوة ناحية أورشليم. وهو بيصلي يقول إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني ولتسق لساني بحنك. يعني حتى اليهود لغاية النهاردة لما يصلوا يبصوا ناحية أورشليم ويقولوا إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني ولتسق لساني بحنك. زي ما احنا برضو فكنا بنصلي المزمور ده كل يوم علشان كنيستنا برضو كل واحد فينا في الغربة ما ينساش إيه؟ الكنيسة بتاعته. إن نسيتك يا أورشليم يا كنيستي تنسى يمين والتسق لسان بحنك. فالمهم ايه؟ ان دانيال فتح القوة وصلى، راحوا للملك قالوا له ملك الملك لا يرد، فراح ايه واخده وراح حطه فين؟ في السجن. هو كان بيحبه عشان كان دانيال كان انسان امين، لكن كلام الملك ما يقدرش يرده بقى. فطبعا حطوه في الجب، وتخيلوا معايا الجب كان فيه كم أسد وكلهم جعانين وكل واحد عمال يعربن على حتة من دانيال. أهو يمكن واحد بيقول أنا حاكل الرجل اليمين والتاني ناخد الراس علشان المخ كويس والتالت، كلهم عمالين يقسموا فيه. وفوجئوا ان اللي نازل من القوه مين؟ دانيال. راحوا قالوا لبعض اوعى تيجي ناحيته، ده ربنا موصينا وبعت الملائكه قالوا لنا اوعى تيجوا ناحيه مين؟ دانيال. وبدل ما كانوا هيهجموا عليه عشان يتعشوا بيه عملوا ايه؟ ناموا علشان يتك عليهم علشان ينام نومه مريحه. واحد يقول له ايه؟ لو كان يعني بيتكلم معاه انا حنام كده عشان تتك عليا عشان ما تتعبش وانت تسهران طول الليل، والتاني يجي له كده قدامه يروح ملعب له ديله كده علشان يطمنه، والتالت يجي يلحس فيه علشان يريحه. وقضى بقى ليله ممتعه جدا. يعني لو سالته دانيال احسن ليله في حياتك قضيتها كانت امتى؟ يقول ايه؟ كانت في الجب. جاء الملك الصبحيه يعمل ايه بقى؟
يزور اخونا اللي متوفي ده زي الطلعه بتاع زمان. حد بيطلع فيكم الطلعه؟ اوعى. ها عارفين الطلعه بتاع زمان؟ فرايح بقى يا دانيال يا دانيال، قال له عيش الى الابد ايها الملك، مش ربنا ياخذك علشان تعبتني، لا، قال له عيش الى الابد ايها الملك، لانك انت خليتني اختبر اختبار عمري ما اختبرته، مش كده؟ وبدل ما كان يحمل غضب وكراهية للملك يحمل محبة، لأن خلاه يختبر اختبار لم يكن يمكن أن يختبره في أي مكان آخر. وأحسن ليلة أضاها دانيال في حياته كانت الليلة اللي فيها جب الأسود، مش كده؟ وبعدها بدل ما كان حيموته ياخده علشان يبقى هو الأول على كل المملكة. لحيظة دانيال ما تقولش الهم، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك. عشان كده احنا في حياتنا بنتعرض لحيظات ترك، لكن ما حدش فينا يشك في محبة ربنا لي، ربنا بيعتني بينا، لكن بيسمح بلحيظات الترك، يمكن للاختبار، يمكن للتدريب، يمكن لتهيئة العمل أعظم، لاعتبارات ما يعرفهاش الإنسان، لكن الله في عمله ومحبته حكيم في كل شيء، حكيم في كل شيء، ويصنع كل شيء بحكمة تفوق إدراك البشر. إحنا الحاجة اللي إحنا متأكدين منها إن إحنا في حضن ربنا يسوع. جينا هنا إحنا في حضن، إحنا في الوطن إحنا في حضن، في مكان آخر إحنا في حضن. لو تعرضنا للحيظات ترك مش معنى كده إن ربنا سيبنا أبدا، ما نعاتبهوش. ممكن أقول له إلى متى يا رب تنساني انقضاء، ما يزعلش ربنا، بس تقولها بمحبة وفرح وفي ثقة إن ربنا عمره ما يعمل حاجة تضرك. ويقول له في كل مرة يتعرض لهذا الاختبار يؤمن إن الله بيصنع له أكثر مما يتوقعه الإنسان. ونقول له يا رب صحيح أنت بتعاملنا بهذا الحب، علشان كده احنا بنشكرك وعمرنا ما هنشك في عنايتك ومحبتك لينا. لحيظة ايه؟ ها؟ تركتك وبمراحم عظيمة ايه؟ سأجمع. لو الواحد فينا في يوم من الأيام شعر انه هو متروك يقول له يا رب انت عمرك ما تسيبني. لو الواحد لقى ان حاجة اتأخرت، مشكلة ظهرت، ما تقولش ما بصوا كل اللي جم في البلاد دي قبل ما ياخدوا القرار انا متاكد ان هم صلوا واخدوا مشورات ناس كتير وقعدوا مترددين علشان ربنا يرشدهم يعملوا ايه، وفي الاخر ربنا يستجيب ويلاقي الولد ده متاخر ويقول كده انا ما عملتش حاجه من غير مشور ربنا وصليت من اجل الحكايه دي وسالت ناس كتير من اولاد ربنا والمرشدين الروحيين. ونلاقي نفسنا احنا كنا حريصين ان احنا نشرك الله في القرار. انت اشركت الله في القرار، اطمئن العمل الله في حياتك، الله يعمل في حياتك بقوه، الله يعمل في حياتك بقوه، ومهما حصل من لحظات الطرق لكن بمراحم عظيمه ايه يا جماعه. لكن الموضوع ده كله بقى مرتبط بحاجه مهمه جدا وهي ايه؟ انتظار الرب. انتظر الرب فهو ايه؟ قريب. استنى ربنا، الصبر. احنا ساعات كده عاوزين يا رب النهارده تعمل كده، طب مش عامل كده، بكره يا رب لازم تعمل، طب مش عامل كده، تقبل ولا ما تقبلش، طب ولا ما قبلتش ما انت الخسران، اقبل وقول له يا رب انا متاكد انك انت بتعمل كده لصالح، انك تعمل كده بحكمتك اللي انا ما اعرفهاش، ويجي في الاخر ربنا يتمجد ويعلن قصده بحكمة عظيمة
ونحس فعلا ان الاختبار اللي احنا اختبرناه لحيث تركتك وبمراحم عظيمه ساجمعك، هو ده الاختبار اللي بيدينا سلام وبيخلينا نحس ان فعلا ربنا عمره ما يتخلى عننا. ربنا يدينا بركه هذا الاختبار، ولربنا المجد الدائم للابد امين. بنشكر ربنا طبعا على هذه الفرصة. قدوم سيدنا حضر صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بخوميوس مطران برشيط البحيرة الخمس من الغربية لهذه الكنيسة، في شك يعني بركة كبيرة جدا جدا. وعايز أقول حدث جميل حلو، احنا استمتعنا النهاردة بحضور سيدنا وبالكلمة الرائعة اللي الروح القدس يعني أرسلها على فم صاحب النيافة. احنا بنشكر سيدنا جدا جدا على الفرصة الجميلة الحلوة دي، واحنا فرحانين جدا جدا يا سيدنا بقدوم نيافتك لينا النهاردة والبركة اللي اديتها لنا كلنا. من فضلكم لما ناخد الهدية من سيدنا، عشان بس ربنا بيحب النظام يعني، فعايزين نكونوا منظمين. الرجال هيجوا من النص كده وياخدوا الهدية ويطلعوا من الطرف، والستات برضو هيجوا كده ويطلعوا من الطرف. ممكن بعد إذنكم؟ مين الليل يا زوج سابتريك أيوك أجيب نماتي كننكاي كيستونسي ونستوني ونامي تنوشي ولنغو إموشي وبنشوي سيزو بخريسو سبورو انت باو افتون فيبو نسموت خن بيهو اماشوم داكي تشيت خري سمو سيستيمت اوي بنت ملشي سيدك تيمت خلو انت ياكوب بنو جناه انت ماسو صال ابيكا تيتسوت بنت داويت تيسو هيا انت سو لومن بيبن مام باركليتون في اتاويش يا بوستولو سبشوي سب اري اب اون خنم اب تاو ارد من تايوت نار شيرس بابا اواتا وادروس نم بن يوت متروبوليتيس ابابا هم يوسف نوت انت اتبف اتقرو اوهي جنو اسرو نوسن عن ميشن رمبي نمان سيو انيري نيكورنتيف سويو انو غاشي تيرو سابا سيت انو اتشالوغي كولم طوي بخريستوس اهري كنت كان انو بيناني وقن اوهيريني قذاب ابني شتلنا ايسو تيمون وانا اينا انكريال ايسو انكريال ايسو انكريال لوغي سو نبين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تاني اكوني ايوال قوين بي ازمو يا طرف علينا وبارك لو يذر وجه علينا ارحمنا يا رب. خلص شعبك بارك براتك رعم ورفعم بإشارة الصليب المحيى والصلوات تسعنا كل حين وقديسة طالة مريم والأربعة المديرين بخير وغبريل ورافيل وسوريال والأربعة والأشوق والشروب والسركل كافة طامس بركة رؤساء الأباء والأنبياء والرسل والشهداء والمبشرين والجميل وبسر الجميل أعضاء الحاكمات بركة ملك هذا اليوم بركة القيامة المقدسة التي لمخلصنا الصالح وبركة القديسة الطاهرة مريم وآتهم وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم قوتهم هبتهم محبتهم معونتهم تكون معنا بدا من في آخر سوس بالنور آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا لأجل الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. محبة الله الآب ونعمة الله الوحيد شركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم وتبارككم. املوا بسلام سلام الرب. ما روحك أيضا. Thank you.
معلش يا جماعة سيدنا بكرة في عاملين احتفال كبير مع سيدنا بكرة في كوربس كريستي 82 ديفيد ستريت. الحفلة دي كل الدخل اللي هيجي منها رايح سيدنا بيبني مستشفى بتعالج الناس اللي هي غير المقتدرين بيعمل لهم دياليسيس فور فري. انتوا عارفين يعني ايه دياليسيس بيشنت اللي هم عندهم غسيل الكلى ودي حاجه فيري اكسبنسيف فانتوا كلكم مدعوين وما دام سلوى حنا معاها تذاكر فيا ريت الكل بمحبه كده يشارك لان المشروع ده محتاج مشاركتنا كلنا كقلب واحد وكاسره واحده. ربنا يديكم ويفرحكم. I'm sorry. الادرس is 80 David Street. أنا آسف. 80 David Street. سلوى حنا معاها التذاكر لو سمحت. أهي موجودة ورا.
عماذا أنت النار السواد متشحا لماذا أنت النار لفراقه منتحبا لماذا تطلب من حل من بين الأموات Thank you.